داك الفردي كان ديال بصح وما نعطيكش اسرار لا حيت شفتك شاده مزيان لا ماشي فردي ديال بصح مي كتخدمي كيفاش خدمتي على هاد على انك تشدي الفردي تلقي راسها صح عزيز عليا نشد الفراده ما كنتيش كتلعبي بالبوبيه كتلعبي بالفراده لا بالعكس كنت كنلعب بالبوبيات مي تيعجبوني ما عرفتش اش يعجبني نشد الفردي كيعجبني شويه ديال لاكسيون كيفاش كتخرج لابال من الفردي في السينما عطينا شويه الاسرار هكا داكشي كله تخيكي يعني انت كدير بحال هكذا ولكن هما كيقادوا داكشي في داكشي في لي زيفي سبيسيو من بعد عاد كي بالورديناتور كتبان قرطاسه كتخرج والقرض ماله هذاك القرض في الحقيقه سبحان الله العظيم كان ممثل لا قلت شي فواحد تقول اكسيون اكسيون كوبي كوبي داكشي بزاف قلت شي فواحد الحوار ان داك القرض كان بروفيسيونيل قلت راه هو كان بروفيسيونيل الناس بحال الله كان كيفهم يعني ملي كتهضر معاه كيجيك احساس انه كيفهم قالوا غير شويه وغادي يهضر كان مع الكوتش ديالو بطبيعه الحال